بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله، من القصص الرائعة اللي أحب أن فعلا أن أشارك بها أخواني وأخواتي حصلت معي رمضان الماضي. ربنا أكرمني وكنت أعطي تقريبا درس كل ليلة في أحد مساجد مدينة دالاس ولاية تكساس في أمريكا، فأعطيت موعظة تتعلق بموضوع ما. موضوعي أثار ذاكرة أحد الإخوة الدكاترة أساتذة الشريعة في أصول الفقه، هو أصلا من الأردن لكنه خريج المدينة المنورة ورجل فاضل وكبير بالعمر. ذاكرته تحركت بسبب قصتي، فجاء وأخبرني بالقصة التالية. انظروا يا أخوة يا أخوات كيف عجيب كرم الله وقدر الله سبحانه وتعالى. هذا الذي يتحدث معي دخل الولايات المتحدة قبل حوالي ما يقرب من 17-20 سنة، مع دكتوراه في الفقه أو في أصول الفقه، وعنده علم شرعي ما شاء الله ونحسبه من الصالحين الطيبين، لكن لغته الإنجليزية كانت ضعيفة. بيقول: دعيت يوم من الأيام إلى سجن من السجون الأمريكية، وهذه قضية معروفة في أمريكا أنهم يقومون بدعوة أي داعي لأي دين يخفف من حدة مشاكل السجناء للمجرمين يرحبون، والمسلمون نشيطون في هذا والحمد لله. قال: فدعيت. قال: مشكلتي الوحيدة كانت يعني حتى كما قالها بلغته، قال: my broken English، يعني لغتي المكسرة. قال: تحدثت عن الإسلام بما فتح الله سبحانه وتعالى أمام، وضعوني أمام 60 سجين من السجناء، ومن شدة خطر هؤلاء السجناء والله أعلم، قال: وضعوا معي حارسان. لاحظوا، أو وضعوا معي حارسين، حارس على يمين وحارس على شماله من حراس السجن المدججين بالسلاح لحمايته. فأنا كنت بمزح بقول للناس حينما أروي القصة: يبدو أن الفسفوس فيهم، الفسفوس بمعنى الصغير الذي ربما لم يقم إلا بشيء بسيط في رقبته 6 من القتلى وربما تفجيران وعدة عمليات مخدرات وسطه مسلح، مجرمين عتاه. 60 من هؤلاء المجرمين جالسين يستمعون لهذا الأخ اسمه الدكتور عمر. فالدكتور عمر بيقول لي الآن، يحدثني شخصيا، بيقول لي: ابتدأت بما فتح الله سبحانه وتعالى علي كذا وكذا، الإسلام كذا كذا، قال: أنهيت، وضعت أوراقي، أردت أن أقوم من مكاني. قال: قبل أن أقوم وإذ بي أفاجأ بأحدهم يرفع يده ويقول: لو سمحت، طبعا باللغة الإنجليزية الحوار، لو سمحت، لو أراد شخص أن يدخل في هذا الدين الذي شرحت لنا عنه ماذا يفترض فيه أن يفعل؟ بيقول لي إلي دكتور عمر، بيقول: حسبته يسأل من ناحية علمية أكاديمية معلومة، لم يخطر على بالي أنه يسأل لأنه يريد أن يسلم. قال: فأجبته بكل برود وراحة أعصاب بهدوء، بقول له: يعني you have to bear witness that there is no God but Allah، يعني ينبغي أن تشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. قالوا: شرحت له إياها بشيء بسيط جدا، بيقول: I want to become a Muslim، أنا أريد أن أصبح مسلما. قال: فتفاجأت، قلت له: Are you sure؟ هل أنت متأكد؟ قال: Yes. وكأني به بالدكتور عمر بيقول له: يعني معقول لغة المكسرة قدرت توصلك؟ يعني أنت متأكد أنك فاهم اللي حكيته؟ قال له: Yes Yes Sure، طبعا بالطبع، وأنا أريد أن أسلم. قال: فرحت، قلت له: تفضل أعد ورائي. فأطلب منه أن يعيد الشهادة باللغة الإنجليزية: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. قال: فرحت، فأخذ يعيد ورائي. قال: المفاجأة حصلت قبل أن ينتهي وإذ بآخر إلى جانبه يرفع يده ويقول: أريد أن أصبح مسلما، لا إله إلا الله، Are you sure؟ أنت متأكد أيضا؟ نعم، تفضل، يلا بسم الله. قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. قال: ما لم ينتهي الثاني إلا ورفع الثالث، رفع يده أريد أن أصبح مسلما، لا إله إلا الله، تفضل، فرح. قال: لم ينتهي الرابع إلا ورفع الخامس، لم ينتهي الخامس إلا ورفع السادس، السابع، الثامن، التاسع، العاشر، 11، 12، 13، 14، 15، حتى 26. يا إخوة، دخل في الإسلام 26 شخصا خلال أقل ربما من 3 دقائق، مثل حبل، تعرف إحنا نقول خيط المسبحة إذا فرطها في الحبات تنفرط بعدها. بقول إلي بيحدثني، بقول لي 26 سجين من عتاة المجرمين في أمريكا دخلوا في الإسلام من 60 شخصا، فرحة لا يعلم بها إلا الله. كلما كنت أروي هذه القصة لمجموعة من الناس، بعضهم يبتدئ بالتكبير: الله أكبر. أقول: انتهي، أصبر يا أخي، القصة لم تنتهي بعد، زبدة القصة وغرابتها وقوتها ليست هنا. فيقال لي: الله أكبر، أسلم 26 من 60 وتقول القصة ليست هنا؟ نعم، القصة ليست هنا. يقول لي الدكتور عمر: قول يعني الله أعلم بما كنت فيه وعليه من الفرح. رجعت إلى بيتي
أنا الآن في رقبتي من فضل الله سبحانه وتعالى 26 شخص دخلوا الإسلام في دقائق لا إله إلا الله، ولغتي المكسرة لا إله إلا الله. يقول ذهبت إلى البيت وأفاجأ باتصال هاتفي. ألو يس دكتور عمر يس. قال اتصال من أحد الإخوة الأمريكان الذي لا أعرفه. حضرتك فلان؟ نعم الدكتور عمر. قال أنا كنت معتادا أن يتصل بي الناس ويسألوني على الرغم من لغتي الضعيفة، لأني متخصص في العلوم الإسلامية والشرعية وأصول الفقه وأعطي الفتاوى بلغتي البسيطة. قال لما استغرب من أن يتصل بي أحدهم. فقال لي أنا عندي بعض الأسئلة إذا تسمحت. فأعطيته موعدا عند أحد المساجد نصف ساعة قبل صلاة العشاء. قل حضرنا. فأول ما رأيته أحسست وكأني أعرفه، وبيقول له بقول له excuse me sir do I know you، هل أعرفك؟ قال له no. Are you sure؟ متأكد؟ قال له نعم. قال له I feel as if I know you، أنا أشعر وكأني أعرفك. هذا الدكتور عمر يقول للأمريكي. قال له لا 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 أبدا، يعني ما لا يوجد بيني وبينك، أنا لا, لا لا تعرفني. قال فصرف الأمر عن ذهني، فأنا ظننت أني مخطئ فأغلقت الملف. قلت له تفضل. فابتدأ بأسئلة وأجيب، يسأل وأجيب. فإذ بالعشاء يؤذن، فاستأذنته قلت هل تسمح أنا أتركك لدقائق لأصلي؟ قال لي بالعكس تفضل. فعرضت عليه هل تمانع أن تدخل وتحضر معنا الصلاة، تجلس في الخلف حتى ننتهي؟ قال بالعكس أنا أرحب بذلك وأشكرك عليها. قال فأدخلته فجلس في نهاية المسجد. قال وصلينا العشاء، ما أن انتهى الإمام من السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وإذ بهذا الأمريكي الذي كان ينتظر في آخر المسجد ينفجر من البكاء بصوت عال حتى أرعبنا. ذهبنا كلنا جميعا له، ما بالك يا أخي إيش فيه؟ قال أريد أن أسلم، والله الحمد لله. فقال قلنا يا أعد وراءنا، أشهد أشهد أن لا إله أن لا إله إلا الله، I bear witness that there is no God but Allah and Muhammad is his messenger. فأخذ الناس يكبرون ويقبلونه ويضمونه ويباركون له. قال بعد أن انتهى حفل الترحيب إنجاز التعبير بالمسلم الجديد وانتهى الناس وأخذوا يذهبون ويتركون المسجد، قال فاختلى بي وأخذني إلى الجانب بعد أن أسلم هذا الأمريكي. قال لي يا دكتور الآن أنا أريد أن أعترف لك بالحقيقة. قال ماذا؟ قال أنت تعرفني. قال من أنت؟ قال أنا أحد الحارسين اللذين كان في السجن. تخيل يا إخوة، كان يقف، هذا مش حكينا 26، إذن صح الرقم كم كانوا؟ 27. كان يقف بلباسه العسكري لكن لا يوجد حواجز إلى قلبه وعقله، لكن لباسه العسكري ووظيفته الرسمية تمنعه من أن يتفاعل أو أن يتدخل أو أن يسأل أو أن يستفسر ضد القانون. فانتظر حتى ذهب إلى البيت وخلع بزته العسكرية، دبر الرقم بطريقة ما واتصل وجاء وأسلم. موطن الشاهد الذي أريده من القصة كلها يا إخوة الإخلاص. كثير من الناس يظن أنه لن يفعل ولن يستطيع إلا إذا تخصص بالعلوم وأصبح متخصصا في العلوم الشرعية أو غيرها وإلى آخره. لا 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 لا، الإخلاص بما آتاك الله وبما فتح عليك وبما تمكنت بعد الأخذ بالأسباب إن كنت مخلصا بإذن المولى عز وجل الله يحرك لأجلك الجبال. انظر، لغة إنجليزية ضعيفة لا تعادل طالب ربما إعدادي في مدرسة حكومية في بلد عربي تمكن من إدخال 27 شخص في دقائق، ليس لها تفسير. لا نزكيه على الله، نحسبه من الصالحين، ولكن إذا أردت أن تقدم لله ولدينك العنصر الأول الإخلاص. أسأل الله أن يرزقكم وإياي جميع المستمعين والمستمعات والمشاهدين والمشاهدات الإخلاص في القول والعمل، وأن يرحمنا وأن يغفر لنا فوق الأرض وتحت الأرض، اللهم آمين. جزاكم الله خيرا. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالشوق بالشوق نفتح كل باب.